differential equation. بنطلع difference equation. difference equation اللي مرتبطة بها. إذا في عندي الآن difference equation وصارت difference equation لأنه system discrete. فالdifference equation راح تعتمد على القيم كلها اللي موجودة هون. هلا f of z شو بتساوي؟ شو بتتوقع f of z بتساوي؟ بتساوي زي ما كانت f of s بتساوي y of s على z على x of s. شو بتساوي f of z؟ بتساوي y of z على x of z. وتساوي حط الأرقام هذه اللي هون عندي 0.009659 z زائد 0.009342 على z سكوير minus 1.86 z plus 0.9048. هلا راح نضرب cross multiplication. راح اضرب هذا الجزء في y of z, راح اضرب هذا الجزء في x of z. فبصير عندي y of z مضروب في z square minus 1.86 z مضروب في y of z زائد 0.9048 مضروب في y of z يساوي x of z مضروب في 0.009659 z زائد 0.009342 مضروب في x of z. هلا عندي z هون, انا في النهايه بدي اطلع y of z, فبدي اخلص من مين؟ z سكوير. بقدر اقسم كل شيء على z سكوير, مزبوط. اذا قسمتها على z سكوير بتروح. اذا قسمت z على z سكوير شو بتعطيني؟ z minus 1, وهاي بتصير هون z minus 2, وهاي بتصير z minus 1, وهاي بتصير z minus 2. هلا بدي انقل هذا كله على الجهه الثانيه, فبصير عندي plus minus plus يساوي, مزبوط. بصير هيك عمل. اذا صار عندي y of z هو بدلاله, بدلاله y of z. هاي ايش يعني y of z المضروبه في z minus 1؟ اللي كانت قيمتها قبل قديش؟ قبل 0.1 of a second. وهاي هي قيمة y of z امتى؟ 0.2 of a second. وهاي قيمة x of z قبل قديش؟ 0.1. وهاي قيمة x of z قبل 0.2. مظبوط؟ إذا كأني ايش عم بقول؟ كأني عمالي بقول y of z الحالية, ما بده يطلع معي output. y of z الحالية شو بتساوي؟ هي عبارة عن weighted sum. ايش يعني weighted؟ كيف نكتب weighted؟ مش weighted يستنى. دكتور x of z مش مضروبة في z minus 1, z عادية. ما انا قسمت على z سكوير. قسمنا كل شيء على z سكوير. weighted ايش يعني weighted؟ ايش يعني weight؟ وزن. وزن. إذا هذا sum وزن. نعم تفضل. تمام تمام. كل واحد من هدول بدي اجهزهم, وكل واحد من هدول راح اضربه في قيمه معينه, والقيم هاي مهمه هون. هلا اهميه النيورال نتورك. النيورال نتورك من كان يطلع لي هدول. انا هدول من وين عرفتهم؟ ليش كيف عرفتهم هدول؟ عرفت القيم هاي لانه انا عندي ترانسفير فانكشن. بس لو انا ما عنديش موديل للسيستم, لو انا السيستم ما عم له موديل, ما بعرفش الموديل تبعه, بس بعرف الانبوت والاوتبوت, بامكاني ادرب النيورال نتورك. وهلا بنشوف بنحط عليها بلوك, راح نحط عليها بلوك هنا. إذا weighted معناها weighted sum. weighted sum يعني sum بس في weights. weights مش متساوية هون, في أشياء لها قيم كبيرة, في أشياء لها قيم نيجاتيف, في أشياء لها قيم بوزيتيف. إذا الفيزيكال implementation تبع هذا السيستم راح يصير بالشكل التالي. راح آخذ x of z, خليني أطفي الداتا شو, خلص ما راح نحتاج القيم الموجودة عليه. هلا راح آخذ x of z, عفوا y of z, او x of z داخل عندي كبلوك. هلا لاحظوا في نقطة مهمة, إذا كان النيوميريتر الأوردر تبعه أعلى من الدينومينيتر بصير السيستم نون فيزيكلي ريلايزبل, لأنه بينتهي مبدأ الكوزاليتي. إيش مبدأ الكوزاليتي؟ إنه بصير بدك إنبوت بعد السكند. تمام, بدي أصير أعرف المستقبل, الفاليوز المستقبلية لـ x of z, وهذا مستحيل. فهذا بصير فيزيكلي أنريلايزبل. فالأوردر تبع z اللي في النيوميريتر لازم يكون اقل من او يساوي الاوردر تبع z في الدينومينيتر, والا السيستم بصير فيزيكلي انريلايزبل. يعني ثيوريتيكلي موجود له ترانسفير فانكشن, بس هي لا يمكن ابنيها لانها بتلغي مبدا السببيه. اذا فيزيكلي اف
لو كانت هاي هون الاوردر تبعها M وهاي الاوردر تبعها N, if M is more than N السيستم بكون physically unrealizable لأنه it violates. Violates يعني بخرق, بخرق مبدأ الكوزاليتي. كوزاليتي هي السببية, انه اذا بده يصير شيء بيصير بسبب شيء صار الان او صار في الماضي, ما بصيرش الان يصير شيء بسبب اشياء رح تصير في المستقبل, ما لهوش معنى, احنا ما بنفهموش هذا, ما له معنى ولا بقدر ابني. اوكي, اذا رح احط هون هلا, ولذلك مش رح تشوفوا في بلوك اسمه زد, كل البلوكس اللي موجوده هي زد ماينس 1. بقدر اخذ السامبل الحاليه واخزنها واستنى, ما فيش مشكله. اذا هاي, اذا هاي ايش رح اسميها النقطه اللي هون اللي هي اظن من نقدر نسميها x of n t minus او n minus 1. اذا هاي بالتايم دومين, اه هاي بالفريكونس, بالفريكونس دومين. نعم, بالان لحالها بدون t. ايش هي عفوا ال بدون t؟ هو ديجيتال, ما في سامبلينج تايم t. الt مخبى يدوج بداخل الزر. كل السيستم هلا لازم يصير يشتغل على تي نفسها, ما بصير شيء يشتغل على تي وشيء يشتغل على نص تي. اوكي, فراح تشوف الان هلا لما نحط تي, راح نحط تي لها كلها لنا في كل البلوكس مخبيه تي امبلاي جوا. مش هيك سؤالك قصدك؟ لا, قصدي اللي حطيت تايم دومين هاي هون, اكس اوف ان تي ماينس 1 هي ان ماينس 1. ان ماينس 1 يعني السامبلز, رقم السامبل, رقمها ان, رقمها ان ماينس 1, رقمها ان ماينس 2, كلهم مضروبين في تي, مفهوم انه مضروبين في تي. يعني احنا نصير نسميهم السامبلز اكس اوف ان, اكس اوف ان ماينس 1, اكس اوف ان ماينس 2. بصير تحطها كي اذا بدك تسميها كي, وبعدين رح نعمل من هون هاي زد ماينس 1, رح تصير هاي اكس اوف زد زد ماينس 2. هي هدول جاهزين, اسحب منهم, بقدر هلا اسحب منهم خطوط. ايش كمان لازم اجهز؟ واي اوف زد, واي اوف تي. اذا عندي رح يكون عندي هلا هون رح يكون في عندي بيج سامينج ديفايس, رح يدخلها 1 2 3 4 مزبوط. فعندي الان هون هلا, بعدين راح نحط هلا ويتس, وهدول الويتس هم اللي راح يعطيني اياهم نيورال نتورك اذا انا مش عارف الموديل, بس انا عارفها هون انا لانه عندي الموديل. فراح اخذ هاي اللي ادخلها هون, وبعدين عندي راح يجي هلا, لاحظوا انا عندي x of z z minus 1 وz minus 2, هاي z minus 2 وهي z minus 1. فراح اخذ هذا كمان نفس الشيء حطه هون, بعدين بدنا y of z. هلا y of z راح تطلع معي, راح تطلع معي y of z هون مضبوط. راح اخذ y of z, راح احطها هيك, صارت هاي y z minus 1 y z minus 2. وهلا نفس الشيء راح نعمل, راح احط هون, واذا بدك حط عليه هذا صار السيستم عندي جاهز. هلا ايش لازم اعوض؟ بدي احط الزد ماينس 2, اكس اوف زد ماينس 2 بايش مضروبه؟ اظن هاي كانت 0.00, فهاي هون بحطها بلس بوينت, هاي بتصير 0.009342. الاكس اوف زد ماينس 1 بحط فيها 0.00965. هلا واي اوف زد ماينس 1 اللي هي هاي اللي هون اللي هي وينها موجودة؟ هيها هاي 1.886, وآخر إشي هاي لاحظوا ماينس, بتحب تحط الماينس هون بس الأحسن يمكنك تحطها هون, فبحط ماينس 0.9048. أوكي؟ كلام ممتاز, بس إيش لازم نعمل؟ إيش لازم أعمل أتأكد إن هذا صحيح؟ إيش الكلمة اللي حكيتكم إياها؟ Validation. Validation أو verification. أشكرك.